بلد الإسلام والإحسان. دعوت اليوم بحق العزم وكل شيء له معزم. ألا يوجه إلي مكرا ويبذل الجنان ذكرا. لو خطابي شاكرا لا شاكرا مشاهدا لفضله وحاكيا. لوجهك الكريم قد أخذت عنك كتابك وما نبذت. عليتني زائرا وفاتنا عبدا خديما في رداك فاتنا. عليتني السحاح والفنون علمتني الزاهر والمكنون. يقودني حقيقة المنورة إليك والشريعة المطهرة. يرديك عبدك الخديم أحمد بوجهك الكريم يا من يحمد. الخلق والأمر بلا استثناء لله من لنفس ذو استغناء. هو القدير والمريد والبصير والحي والسميع إنه المسير. ملكني كتابه وأكتفي بذاك فالمحتاك فليكتفي. خان لي الخيرات فانصرفت له بها وتبت واعترفت. لوجهي وهب لي كتابا وراسة ليبمع الكتابا. صرفت لله فؤادي والجسد كليتي ذا عصمة من الحسد. يقودني الرحمن بالنصيحة وقادني الرحيم بالفصيحة. نفعني الرحمن والرحيم وانقادني الإكرام والترحيم. لله خالق الورى خطابي وبي يبايع حرك الأقطاب. هب لي لوجهك الكريم كرما من قلبي أكون بشر الكرما. أنسيتني بشور في ترابي تذكري في نبع ترابي. لك نويت ما نوى الصحابة يا من حماني أنت الصحابة. دللتني بك مع الكتاب عليك خادما بلا عتاب. يقودني حب الإله والرسول لله والرسول مخلصا بسول. نفع لخير الكفر والنسيان وشرك مول لم يزل ديانا. واجهني جمال باخر لم يزل حمى جهادي عن مكاري الأزل. عبدا له به مرقيا حكيم. ولي الله واني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن. كتبت تاريخا من المعاصي لله ناصحا لكل عاصي. ربي يا رب الارض والسماء وما بينهما وقد هدى لاقوما. هدى الهنا هو الهدى فلا ادركه ولا مغفلا. الى الهي الدعوه بالاله منذ السنين وكفاني كلنا. شكري بعد حمد ماكسا لوجهي ولا اكون ناكسا.
أفاجنا بالدرر الكريم وسر دا وشكر لا أليم على نني ما كانت الأخيار نفى البلاد للمقيم الجاري فرى لغير جهة الشيطان وسين للممر والأوطان رامتنا بدري من كفروا روما بالتفاع من لم يكفروا وجوه جملة الهادي كالقلوب لغير أرداء سوء ساحل نقال خير جمع كل أسر في الملتقى وأطلقى نفى لغير جهة من خلقا كل أسر في المنتقى وأطلقا لا شك أن المصطفى رئيس لمن لجملة الورى رؤوس أحمد ربي حاضر سنة على النبي والرسول أحمد أحمدنا المقال على العربة ورفعنا جماعة الخرقاء يا أحمد المقال ما للأنبياء هو بالنسبة للنبوك الأصبياء إن خوارق ابن عبد المطلب عن أولياء الأمة ليس تنسلين هبات أولياء أمة النبي لم يهوها إلى رسول أو نبي إن تاريخ رسول الله هي التي ارتضت رضا الإله لم يكن في المال ولا في الحال مثل النبي المقيم العالي لم يكن في المال مثل المصطفى أحمدنا المرتفع خلوه ولا خلينا وهو زين الأكبرين أنا رجل عشير نبي يقول الخليل زر الذي كان يكسر الخليل لأحمد المكرم والجميل هو الذي على كل الأخيار زويل القدم الاختيار واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزاء لبان أن الله لا رب سوى والكون كله له وما هوى الله جل وعلا الإله الأحد الذي بدت خلاه نفى لغير جهة الشيطان لتيب الممر والأوطان عنه رديت مؤمنا ومسلما ومحسنا فارقت من لم يسلما بادرني جزاء توحيدي لدى من أشرك قبل ونلت البلدى داني الصفاء والأمان إلى شكور من هو الرحمن أحمدنا خير إمام تبعا من يطلب الله الذي يعطي سعى لربي الفرد دعا عبادا خاد له وقاد بالعبادة لم يكن في أقواله فضول وليس في فعاله مقبول
والسبيل والدليل، هو النبي والرسول والخليل، نعم الحبيب والسبيل والدليل، محمد صلى الله عليه وسلم يختاره.